السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. وللناس اللي ما تعرفنيش، انا مستر وائل جمال، بكالوريوس تمريض. ويلا بينا نبدا. ده دولاب الأدوية اللي بيبقى موجود في الطوارئ. لازم أي ممرض أو أي حد ليه علاقة بالمجال يكون عارف الأدوية دي أسمائها واستخداماتها. تعالوا مثلا نبدأ بأول حاجة وهو المغنيسيوم. والمغنيسيوم ده بنستخدمه لعلاج نقص المغنيسيوم في الدم وفي حالات التشنجات، وخصوصا التشنجات اللي بتحصل عند النساء بسبب تسمم الحمل، وبرضو لعلاج اضطرابات القلب، وبنستخدمه في حالة لو في إمساك بس بيكون متفاقم أوي يعني، وفي حالات برضو التسمم بالباريوم. الميديكيشن اللي بعده بقى يا شباب وهو الفينيتين أو الفينتاين زي ما ينطقوه. والفينيتين ده مضاد للصرع، وبرضو بنستخدمه في حالات اضطراب القلب. نيجي للأمبول اللي تحته بقى يا شباب، وهي أمبولات الكالسيوم. وأمبولات الكالسيوم يعني أشهر استخدامين ليها في حالة نقص الكالسيوم الشديد في الدم، وفي حالة الإفراط من المغنيسيوم. لما تبقى نسبة المغنيسيوم في الدم عالية بندي كالسيوم كمضاد ليها. وبرضو معلومة جانبية كده يا شباب ليك انت كممرض، الكالسيوم ما ينفعش نديه شوت في الوريد، يعني ما ندوهش مرة واحدة في الوريد عشان ممكن يحرق الوريد قدام عينك كده. الكالسيوم او أمبولة الكالسيوم لازم تتخف على محلولة ملح وبتتعطي بريك قليل قوي، أقل حاجة ساعة. اللي بعده بقى يا شباب وهو الكونكور، وده عبارة عن تاب برشام يعني. والكونكور أشهر استخدام ليه بيبقى في حالة ارتفاع ضغط الدم، علشان هو بيشتغل على حاجة اسمها حاصرات البيتا 1، أبقى أشرحها لكم بعد كده بإذن الله. وبرضه بيستخدم في علاج الذبحة الصدرية. والكابوتريل برضه بيبقى تابلت، وبيستخدم برضه في حالات ارتفاع ضغط الدم. واللي بعده بقى يا شباب وده حاجة لا غنى عنها، وهو الأسبوسيد. الأسبوسيد يا شباب بنستخدمه في حالات أمراض الدم والأوعية الدموية، علشان هو بيساعد على سيولة الدم. نيجي للي بعده بقى يا شباب وحاجة مهمة، وهو النيتروديل باتش. ودي عبارة عن لزقة كده بتلزق على القلب على طول، وبنستخدمها في حالة العلاج من الذبحة الصدرية أو الوقاية برضو من الذبحة الصدرية. وفي أطباء كتار أوي بيستخدموه في حالات ارتفاع ضغط الدم، لكن أنا ما قريتش حاجة عن تأثيره في ارتفاع ضغط الدم ده. اللي بعده بقى وهي أمبولات الهيموكيون، ودي بنستخدمها في حالات النزيف للوقاية أو العلاج من حالات النزيف. والكاردكسين برضو ده مقوي لعضلة القلب. واللي بعده ده بقى هو البلافكس. والبلافكس أشهر حاجة يعني، اللي هو مانع لتجلط الدم، ودايما بيستخدموه اللي هم الكاردكس. وده بقى صوديوم بيكربونات، وده محلول قلوي، وأهم استخداماته بتبقى لمشاكل المعدة. اللي بعده بقى وهي أمبولات ليدوكاين أو الليدوكين، وده عبارة عن مخدر موضعي بنستخدمه في حالات كتيرة يعني، مثلا في حالات الغرز لو هنغرز فبندي ليدوكاين، وبرضه في حالات الحقن العضل في حقن كتيرة أنتيبيوتيك مضاد حيوي بتبقى مؤلمة جدا، فما بيبقاش جاي معاها الليدوكاين بتاعها، فبنستخدم الليدوكاين ده كمخدر موضعي كده. الرف التاني بقى يا شباب من الدولاب، وده بيبقى فيه الميديكيشن بتاعنا اللي احنا بنستعمله. يعني مثلا عندك ده امريزول مطهر معوي، وعندك ده بقى اسمه اسيتالجان او بيجي باسم باراسيتامول او برفنجان، وده مسكن للألم وخافض للحرارة. الانتيبيوتيك بقى اللي عندي مثلا ده سيفوبيد 1 جرام مضاد حيوي، وده برضو انتيبيوتيك. سيفوتريكس واليونيكتام تركيزه 1.5 اليونيكتام على فكرة اللي هو موجود ده. وفي هنا السالبين برضو انتيبيوتيك. وكل اللي احنا قلناهم دول يا شباب مضادات حيوية، السيفوبيد بقى والسيفوتريكس واليونيكتام والسالبين، وفي مضادات حيوية كتيرة اكتر من كده بكتير، لكن دول غالبا اللي بنستخدمهم عندنا في الطوارئ. اللي بعده بقى وده سولوكورتيف، وبنستخدمه كمضاد للحساسية وفي حالات صعوبة النفس، وهو كورتيزون.
ونيجي بقى للفولترين، وده انالجيسيك مسكن للألم وانتي انفلاماتوري ومضاد للالتهابات. الدانسيت ده للفوميتنج للترجيع، في دانسيت 8 وفي دانسيت 4 التركيز بتاعه. نيجي بقى للديكساميثازون، ودي انتي انفلاماتوري وانتي اليرجي برضو، يعني مضاد للحساسية ومضاد للالتهابات، وبرضو كورتيزون قريبة قوي من السولوكورتيف، وده بقى الأدولور أنالجيسيك مسكن للألم. اللي بعديه بقى يا شباب اسمه جرانيترو أو جران تريل زي ما احنا بننطقه عندنا هنا، وده مضاد للغثيان وللقيء. اللازكس بقى يا شباب، وده مدر للبول. كلمة مدر للبول لسنة أولى يعني لسه ما يعرفوش، اللي هو بيزود كمية البول اللي هي نازلة من الجسم. وده بقى الكابرون، وده مضاد للنزيف. البي كوم بقى يا شباب، وده فيتامين ب. عندك بقى الأدولور، واحنا قلناه لكن ده أدولور تركيز 15، التاني كان تركيز 30. ديكلوفين، وده برضو أنالجيسيك مسكن للألم، وبيبقى خاصة الناس كتيرة اللي هي بتفضله للعظام. ودي بكرة رسم القلب، أنا أكيد وريت لكم رسم القلب قبل كده. وده الكابتون، المفروض ده يتحط فوق في الرف اللي فوق، ده بنستخدمه في حالات ارتفاع ضغط الدم، بيظبط معانا الضغط يعني. والأمبول ده بقى اسمه سبازموفري، يا رب الكاميرا تجيبه. سبازموفري ده للتقلصات بتاعة المعدة. الأفيل، وده أنتي أليرجي مضاد للحساسية، وده من أوائل الحاجات اللي لازم تبقى موجودة عندك في الاستقبال، عشان لو عطيت لحد حقنة وجاله حساسية أو كده. وهنا بقى البالماكورت بتاع الجلسات، ده بالماكورت للشباب اللي متعرفوش للجلسات. والأتروفنت المفروض بيبقى ليهم كياس كده بيتحطوا فيها، بعد ما اخلص الفيديو بقى احطهم فيها. وتمام كده احنا خلصنا الميديكيشن بتاعتنا. اللي باقي تحت ده بقى يا شباب اللي هي الكانولات بتاعتي بمقاساتها، وابقى اعمل لكم فيديو مخصوص للكانولات وللسرنجات برضو، وهنزل لكم برضو فيديو بإذن الله عن سحب الدم وتركيب الكانولا بجهز له. وده حاجة اسمها 3 واي، يعني ده بس لو هحط محلولتين في نفس الوقت في الكانولا، بيتادين، وده بقى السوفت باند بتاع الغيار والجروح، ولو هعمل جبس او كده. ده التانج ديبريشن اللي هو خفض اللسان. وعندك هنا بقى اللي هو الاربطة الضغط باحجامها 6 سنتي والتمانية والخمستاشر، يعني حاجات بسيطة كده، لكن المهم انك تعرف الميديكيشن اللي هي فوق. وعندك هنا الحاجات الضرورية فعلا بقى اللي جاية دي، اللي هي التي تيوب اللي هو بنستخدمها لو في حالة الريست، عيان بيودع مننا فبنشتغل عليه الريست، فلازم نستخدمها بقى. ودي بقى الغيارات اللي هي موجودة عندي، اللي هي غيار بيتحط على العين اللي هو الصغير ده، وده بقى الغيار اللي هو الكبير اللي هو احطه على جرح كبير، بيبقى هو باللزق بتاعه، ما بحطش عليه لزق، بشيل الورقة من عليه وباجي ملزقه على طول. وده شاش فيزلين بستخدمه في حالات الحروق، او بحطه في على الجرح علشان البلاستر او القطمة او الدريسنج ما يلزقش على الجرح على طول. وده بقى اللاينز بتاعتي اللي هو اجهزة المحاليل اللي بتبقى موجودة عندي، ولازما وده جهاز دم، ده جهاز نقل دم وده جهاز محاليل، لازم اوريكم الفرق بقى ما بين الاتنين كشكل كده. هتلاقي ان جهاز المحاليل ما فيهوش فلتر، جهاز نقل الدم فيه فلتر. اقرب كده شوية اوريه لكم، الفلتر هو اللي تحت ده يا شباب، الجزء ده، الجزء ده موجود في جهاز نقل الدم مش موجود في جهاز المحاليل.
وده بقى حاجة لا غنى عنها، لازم تبقى موجودة عندي في أي استقبال، وهي الخيوط الجراحية، بنستخدمها أكيد في الغرز يا شباب، وليها أنواع كتيرة، في منها البورلين والسلك والفكريل، وفي منها اللي بيدوب في الجلد أبزوربابل، وفيه اللي هو نون أبزوربابل يعني ما بيمتصش في الجلد. وهنا بيبقى اسم الخيط، المقاس 3-0 مثلا، وده اسم الخيط. وفي مقاسات كتيرة بقى، في اللي هو الزيرو، وفي هو الواحد، وفي 3-0 و2-0 وهكذا. وابقى برضو هفتح لكم كام خيط كده قدامكم وهوريه لكم، بس تقريبا مش كل الخيوط موجودة عندي في الوقت ده. وده بقى يا شباب حاجة كده اللي هو بلاستر، بس حاجة نظيفة كده بنثبت بيه الكانولا بعد ما بنركبها، حاجة شياكة كده. ننزل بقى للرف اللي هو بعده، ومثلا ده هنلاقي فيه اللي هي الماسكات بتاعة الأكسجين وبتاعة الجلسات، وبإذن الله برضو أبقى أعمل لكم فيديو أعرفكم فيه إزاي نعمل جلسة أكسجين وإزاي نعمل جلسة فاركولين وبالمكورت وكده. ودي التيتيوب بتاعتنا، أنا وريتها لكم فوق تقريبا. هنا بقى يا شباب اللي قصادكم دي القساطر بتاعة التشفير بتاعة السكشن، لازم يبقى عندك جهاز سكشن. ودي بقى الكاستر اللي هي الأسطرة البولية بمقاساتها بقى السيليكون، دي سيليكون، الفولي بيبقى لونها بني كده. أوريكم بقى المقاس يا شباب عشان في ناس كتيرة ما بتعرفش المقاس فين. المقاس بيبقى هو ده رقم 16 مثلا، الأسطرة اللي أنا ماسكها في إيدي دي رقم 16 سيليكون 16، ودي رقم 18. أوريكم برضو ده رقم 16. لازم تبقى عارف يعني المقاس بتاع القسطرة. نيجي بقى لآخر حاجة يا شباب، وهي حاجة لا غنى عنها في أي قسم مش الاستقبال بس، ولازم أي ممرض أو أي دكتور يكون عارف المحاليل، يفرق ما بين أنواعها وأشكالها واستخداماتها. وأنا بإذن الله سايب لكم فيديو تحت في الديسكريبشن، فيديو مفيد جدا الصراحة، بفرق لكم فيه ما بين أنواع المحاليل وبوريك كل نوع حتى لو جالك بكذا شكل. وكده يا شباب الحلقة بتاعتنا يبقى خلصت. ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة.